تبتدي احنا كنا شويه فوق وشويه تحت.
انت كنت بتحب العمل، طب ما انا كمان بصلي بقول يا رب انت بتحبني، وانت كمان هتصلي بتقول يا رب انت بتحبني، وانت هتصلي بتقول يا رب انت بتحبني. كانهم راحوا قالوا لسيد المسيح الشخص العزيز لديك يا رب مريض. النهارده هصلي واقول يا رب ابنك اللي دفعت فيه الدم السمين مريض. مش لازم يكون مرض الجسد، وانما امراض نفوسنا وامراض ارواحنا في الحقيقه اصعب بكثير من امراض الجسد. ممكن نقف وصلنا ويقول يا سيد هو ذا الذي احبه مطالب يا رب، هو ذا الذي احبه تايه يا رب، هو ذا الذي احبه لسه متكبر، لسه مغرور، لسه مش مصدق ان الله ضابط الكل. واصلي بهذه الايه، ولكن يا رب رغم ان انا فاضي ورغم ان انا ورغم ان انا متكبر ورغم ان انا عايش في الشهوات والنجاسات، الا انك بتعمل ايه؟ بتحبني. فبعد السيد المسيح يا ترى كل واحد فينا لما بيتعرض لمشكله او مرض او مضيقه بيعمل ايه؟ اول حاجه روح ادور على اصحابي اتكلم معاهم، يعني عندهم استقرار، او روح للمجتمع، أو أحيانا نروح للمحامي، إحنا مش ضد القانون، ولكن للأسف الشديد ما يكونش أول خطوة عندنا لحل مشاكلنا وتعبنا ربنا. يا ترى بروح للشريف على فكرة؟ يا ترى بفتح كتاب المقدس؟ يا ترى بقى بصلي؟ أقول يا رب أنت سمحت بهذا المرض فلتكن مسيرتك يا رب، ولكن يا رب نفسي يا اما تشيل المرض يا اما تديني حمايه. وربنا بيسمع ويستجيب، بس مش على طول، مش بالريموت كنترول تدوس على زرار ربنا يسمع الكلام. حتى النهارده لما بعتوا لي الرساله ان العازر مريض والسيد المسيح اتاخر يومين وما راحش، قال لا احنا لسه بنقول انه كان يحب العازر. طب بتتأخر ليه يا رب؟ ما رحتش ليه على طول؟ ليه يا رب لم تسرع؟ فالسيد المسيح جاوب المثال اللي جاي وقال له ايه؟ قال له هذا المرض ليس من بل اهل مهد الله ويتمدد ابن الله به. تعالوا كده نطرح سؤال، يا ترى لو السيد المسيح اول ما سمع ان العازر مريض وراح واحد من التلاميذ ويعمل عربي صلى له شفي من المرض، ما كتير المسيح شفاه من الامراض. هل قيمه المعجزه لو كان السيد المسيح راح في نفس اليوم وشفى العازر وهو لسه مريض ما ماتش؟ هل قيمه المعجزه كانت تساوي قيمتها النهارده لما اقام العازر من بين الاموات بعد 4 ايام؟ اكيد لا. طيب لو كان راح اول ما مات يا دوب لسه ميت وراح، يا ترى لو راح بعد يوم او بعد 2، وانما تاخر لدرجه انه راح بعد 4 ايام واخته خايفه جدا ما تفتحوش القبر لانه انتقل؟ طبعا هناك رمز ما بين العازر القائم من بين الاموات في يد السيد المسيح وما بين القبر في يد السيد المسيح نفسه. عشان كده احنا بنصلي هذا التوقيت يوم السبت اللي بيكون عليه سبت العازر، عارفينه امتى؟ اللي قبل حد الزعم، يعني بيبقى سبت العازر هو يوم السبت، تاني يوم حد الزعم، والاسبوع اللي بعده نحيي بعيد القيامه. السيد المسيح ده هيقول لنا أقام أو عمل معجزات إقامة من بين الأموات 3 مرات. المرة الأولى كانت إقامة ابنة يايس، ودي كانت لسه عازلها ولسه شبكها. ودخل السيد المسيح وقال لا تزعجوا الصبية لأنها نائمة.
إن الحاجة والباقيات والناس اللي جاية تعدد كانوا بيتحاكوا على المسيح. ما ماتوا وأقامها وهي لسه على سبيلها. نتدرج شوية ونروح لابن أرملة نايم. وأقاموا وهم رايحين على الأرض شايلين وحاطين في الصندوق ورايحين فيه على الأرض مدفونة. وتحمل الرب يسوع وقال له السلام لك أقول قم. والنهارده يقيم حاضر من بين الأموات بعد 4 أيام. يعني لو أنا خاطئ وحياتي في الخطية يا دوب كده عرفت الخطية دي ولسه يعني مش عارف أصدار الخطية قوي ومش متعمد فيها قوي، ربنا قادر إنه يخصمني من ظلمة هذه الأمور زي ابن كده. لو اتعلمت الخطية وتعودت عليها وابتديت أمارسها برضه ربنا يقدر يخرجني من ظلمة هذه الخطية القاتلة للناس. ده لو الخطية تملكت عليا لدرجة إن في تعدي ليها مش عارف أتكرر منها، أروح للسبي المسيح وهو يقدر يحررني. بعد منين رجع السيد المسيح؟ اسمعوا بقى لإخواتي منين مرسى المريم أنا المسيح. قالوا لو كنت ها هنا لم يرتكب. لو كنت ها هنا لم يرتكب. لو كنت هنا يا رب ما كانتش حصلت المسيح. كل بيت النهارده يقول بقى ايه؟ لو كنت هنا يا رب ما كناش انتصرنا. لو كنت هنا يا رب ما كناش اتخانقنا. لو كنت هنا يا رب كان عم السلام والمحبة هو البيت. طب ما نجيب ربنا في البيت. وطالما الحل في وجود ربنا يبقى نجيب ربنا في البيت. نصلي ونصوم ونقدم عبادة حقيقية علشان ربنا يكون موجود في البيت. ما هو الحل قالته مريم ومارسة لو كنت ها هنا لم ينفع. ولا يمكن كل الناس اللي تبقى لو انت يا رب في حياتي مش هعرف اتكلم او على الاقل هتديني ان انا اجاهد ضد اعمال ابليس. لو كنت هنا لم يتحكم. اعلان في الحقيقه للايمان والثقه. ده مرسى مريم بيقول الكلام ده للمسيح مش للعذراء عيان نايم على السرير. العظمة هناك. وزي ما احنا بنقول كده باللغة العامية بتاعتنا وشير رموز. ده ليه 4 أيام مالي. هو في يعني تجربة أصعب من كده. ولكن الإيمان والرجاء والثقة في أمور لا ترى هو الإيمان ده. إن أنا أثق فيك يا رب. أنا أثق إنه حتى والمشكلة موجودة والمرض موجود. طالما انت معايا خلاص. رياح وعواصف البحر، لكن المسيح مع التلاميذ خلاص مش هيغرق، مش هيحصل لنا حاجه. شهوات العالم وضيقات العالم ومشاكل العالم، المسيح قال لنا سيكون لكم ضيق ولكن تخلوا. ويحصل حديث بين مريم ومارثا والسيد المسيح ويتكلم معاهم عن القياده ويعملوا ايمانهم بان احنا واثقين يا رب واثقين يا رب انه يكون في اليوم الاخير. ولكن يقولون ان امنتم ترون امام الله. ودي رساله ثانيه. يا ترى نؤمن بقوه السيد المسيح بقوة الهوة بالتعميد. نؤمن بأنه يقدر يغير حياتي ويحل مشاكلي ويشفيني من كل أمراضي النفسية والجسدية والروحية. ويتحمل السيد المسيح على أسرة العرب وعلى الجموع.
اشتركوا معايا في الموعظة، شيلوا الحرب عن قلبكم، وانا لازم اعمل صحيح الابتداء والخلاص كان مجانا لكل نفس بشرية، ولكن لابد ان احنا نجاهد جهاد روحي مقنع تابع لطقوس وعقيدة الكنيسة عشان نوصل إلى نفس المكان. شايل الحرب. وهنا سنة المسيح بيدينا نهاية تانية حلوة جدا، ويقول ويصرخ بصوت عظيم: نعاذر هلم خارجا. كان لازم على فكرة يقول عاذر ويجب يجيب اسمه، لأن كل اللي بقى الوقت اللي موجود في قبول الأمن، لأن بكلمة من فيه سيقوم كل الرافضين في اليوم الأخير. اطلقنا من بين الاموات، اطلقنا من وحي الخطيه والشهوه. لعازر هلم خارجا. تعال لعازر الضلمه جوه دي في حاله مستعجله. تعال يا عازر نسيب الاكفان اللي انت ملفوف بيها. تعال يا عازر اخرج من قبر الخطيه. دي الرساله اللي عايزين نفكر فيها واحنا رايحين النهارده على الكتاب. هشيل لحظر وهحط اسمي، هشيل لحظر وحط اسمي، هشيل لحظر وحط اسمي. هلم خارجا. تعال بره مسافه. تعال بره انانيتك. تعال بره غرورك وكبرياتك. تعال